انا ما غامرتش بيكم، ما خدتش قرار اضيع في مصر ولا الحكومه. احنا ما غامرناش لا عشان خاطر يعني هوى ولا يعني فهم خاطئ او تقدير منقوص فخدنا قرار فدخلناكم في الحيط وضيعنا مصر، لا. وكمان خلي بالكم، ما احناش ان شاء الله فسد خدنا اموالكم وضيعناها، ضيعناها بفساد او بدلع، لا ما حصلش. ان كنا عملنا فكل حاجة اتعملت على أرض مصر أي حد يشوفها. بقول الكلام ده لأن الكلام ده مهم، لأن الكلام اللي بقوله ده تسجيل، تسجيل من إنسان أنتوا اخترتوه وقلت له تعالى تولى المسؤولية، وأنا قلت لكم تعالوا نتولى المسؤولية. يعني ما قلتلكمش ابدا ان انا الموضوع ده انا لها انا لها واخلصكم، لا لا، هاتوا كل كلامي من الاول اثناء الترشح هتلاقوا الكلام ما بيتغيرش. طب ليه ما بيتغيرش؟ لان التوصيف ما بيتغيرش، التوصيف ما بيتغيرش، دي ظروف حلها الوحيد احنا. وقلت قبل كده 100 مرة العمل والصبر، العمل والصبر، الصبر لوحده ما فيش والعمل لوحده ما ينفعش، لازم الاتنين مع بعض نشتغل ونصبر. عشان عمري ما عاتبت حد، عمري ما عاتبت حد، وقلت يعني وعدتوني ووعدتوني، وعدتوني ان احنا نبقى مع بعض كلنا ونبذل جهد كلنا. هفكر نفسي تاني واكرر اللي بقوله، بقول الظروف الصعبة اللي احنا فيها دي مش احنا اللي عملناها بمغامرة. طب ما في الايام اللي فاتت دي حد قال انتوا مش عندكم اقوى جيش، ما يلا بقى، سمعتوش الكلام ده؟ سمعتوش الكلام ده؟ انا بتكلم كل المصريين مش بتكلم الجيش، بتكلم ايه؟ كل المصريين مش بكلم الجيش ولا الشرطه ولا حتى الحكومه، يعني بكلم الناس. لا احنا ما عملناش ده، بنتحمل وبنساعد على قد ما نقدر مع حفاظنا على بلدنا. نفس الكلام مع الاتجاه الجنوبي، بنحاول نكون عامل استقرار وعامل سلام وما نشعلش ابدا حرائق هنا ولا هنا. ونفس الكلام في الاتجاه الثاني. وزي ما قلت قبل كده في كل المساعدات اللي اتقدمت